برعاية ودعم سمو الشيخة نورة بنت حمد بن عيسى الخليفة قائد فريق الفرسان، انطلقت بطولة ترويض الجياد التي ينظمها الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة في ميدان الرفا بالاتحاد الرياضي العسكري. وتأتي البطولة تمهيدا لاستضافة مملكة البحرين للمرة الأولى بطولة تحدي الاتحاد الدولي لترويض الجياد، وذلك صباح يوم السبت. وتأتي البطولة ضمن المساعي الحثيثة التي تبذلها سمو الشيخة نورة بنت حمد بن عيسى آل خليفة قائد فريق الفرسان في مواصلة ارتقاء رياضة الفروسية بشكل عام ورياضة ترويض الجياد بشكل خاص، حيث تمثل البطولة أهمية كبيرة في تأكيد مكانة المملكة في احتضان الفعاليات الكبرى، وتأتي امتدادا لسلسلة من النجاحات التي حققتها رياضة ترويض الجياد في الفترة الماضية. وشهدت البطولة المحلية مشاركة واسعة من الفرسان، حيث انقسمت على فئتين للناشئين والكبار، وتنوعت فيها المسابقات، وقدم الفرسان عروضا مميزة في ترويض الجياد والسيطرة على تحركاتهم وفنياتهم التي قدموها وسط حضور جماهيري جيد. وفي ختام المنافسات جرى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، هذا وستقام السبت بطولة تحدي الاتحاد الدولي لترويض الجياد بمشاركة واسعة من الفرسان، حيث ستتيح البطولة مشاركة الفرسان المحليين في تحدي الاتحاد الدولي للمرة الأولى، وسيكونون أمام فرصة ذهبية لتأكيد قدراتهم الفنية والمهارية في ترويض الجياد ومنافسة الأبطال من مختلف دول العالم، خصوصا أن نتائج البطولة ستكون معتمدة لدى الاتحاد الدولي للفروسية.